السلام عليكم. اليوم نروح لولاية أم بواقي لنقف على مدى تقدم الأشغال بمشروع المستشفى الجامعي لولاية أم بواقي، وليقع في دائرة عين مليلة أيضا، وهذا هو إذن مستشفى عين مليلة اللي يعني يحتوي على 240 سرير، واللي الأشغال راهي يعني تقرب من النهاية نتاعها، وين دخلنا في المرحلة تاع التجهيز نتاع المستشفى هذا ليدخل كما نعرف ضمن الخريطة الوطنية للمستشفيات الجامعية. ذات سعة نتاع 240 سرير عبر كل ولايات الوطن، بالإضافة إلى خرائط أخرى نتاع مستشفيات تاع محاربة السرطان، وكذلك يعني الخريطة الثالثة وهي خريطة المستشفيات نتاع الطب الجراحي الاستعجالي اللي عبر الدوائر نتاع الوطن. إذا نخليكم تتابعون ما تبقى من هذا الفيديو حول مستشفى عين مليلة الجامعي ليقع في ولاية أم بواقي، والسلام عليكم.